تحلو مرارة عيش في رضا. مهندس ابن عبد الله، عايز اعرف الاول من حضرتك اخر منصب وصلت ليه في شغلك كمهندس شبكات انترنت. اوكي. نوك مانجر، نتورك، نتورك اوبريشنز سنتر مانجر. دول اللي هم بيعملوا ايه بالظبط يعني؟ ده اللي هو لما بيبقى في عندك مشكله في خط الانترنت، انت بتتصل بيهم، بيرد عليك موظف علشان يساعدك تعمل ايه علشان ترجع السيرفيس تاني. انا كنت مدير التيم ده. طب ده كنت في شركه ايه بقى حضرتك؟ شركه نور. نور. طيب يعني سبت شركه نور وسبت منصبك فيها كمدير للدعم الفني، كان بيشتغل تحت ايدك كم موظف او كم مهندس؟ انت مش متذكر حقيقة، بس يعني مش اقل من 20. يعني كان شغال تحت ايدك 20 مهندس شبكات انترنت، انت المدير بتاعه في شركة من اكبر شركات الانترنت في مصر، واحدة من الثلاثة الكبار. سبتها بقى ورحت عملت ايه؟ فتحت ورشة نجارة، فتحت ورشة نجارة، فتحت ورشة نجارة. فتحت ورشة نجارة. اه. كويس انك اعترفت على نفسك. طيب ده كلام ناس عاقلين. كلام ناس عاقلين جدا. ازاي بقى؟ ازاي؟ انا بحب الود وركينج قوي. الموضوع ده حتى ابتدى معايا من ساعه ما كنت صغير، يعني كنت هاوي بقى ان انا اجيب هاند تولز واشكل الخشب واعمل شويه حاجات، شويه بروجكتس بسيطه يعني. الموضوع تطور بقى معايا مع الوقت لحد ما لقيت انه خلاص يعني لازم احول الموضوع ده لبزنس. يعني الموضوع ده جه بعد ما قريت مقاله كده في الزين فيلوسفي ولقيتها جايه على هواية قوي. المقال باختصار بيناقش قضيه هل تعمل ما تحب ولا تحب ما تعمل، وما انتهى اليه الزين فيلوسفي دي الاول، يعني فلسفه شرق اسيويه هي الابيض والاسود، ويعني بتنشد التوازن. وعلشان توصل لسلام داخلي وتقدر تبقى كرييتيف في المجال اللي انت شغال فيه وتشع بالكرياتيفيتي بتاعتك واللي حواليك يستفيدوا منها وانت في نفس الوقت تستفيد، انت لازم الحاجة اللي انت بتشتغلها دي لازم يتوفر فيها ثلاث شروط تقدر تتكلم عنها، او انت لا شعوريا بتفضل تتكلم عنها كتير جدا لحد ما تزهق اللي حواليك منك، وانك تكون بتحبها قوي حب غير طبيعي، وانك لو اشتغلتها من غير فلوس فور فري فانت ماشي ما عندكش مشاكل هتشتغلها، يعني الموضوع ده مش هيضرك. فانا لقيت ان موضوع الود ووركينج يعني بتتوفر فيه الثلاث شروط عندي، الثلاثه متوفرين. فكان جه الوقت انه لا لازم بقى يعني اخد قرار انه انا هفتح شغل في الموضوع ده. وسبت منصبك كمدير للدعم الفني بشركه نور وفتحت ورشه نجاره. عندي سؤال هنا، ما فكرتش في ان دخلك المادي هيتاثر؟ وما فكرتش في ان الشكل الاجتماعي هيتأثر؟ بص، مسألة الدخل المادي دي انا مؤمن بحاجة يعني ليها علاقة باعتقادي انا، يعني انه لا حيلة في الرزق. طب والشكل الاجتماعي؟ يعني علمت ان رزقي لن يأخذه احد غيري فاطمأن قلبي، كده كده رزقي جايلي. الشكل الاجتماعي انا شايف انه مسألة الشكل الاجتماعي دي يعني هي تختلف باختلاف المكان اللي انت موجود فيه، انما هي يعني مفيش حاجة تضير ان الواحد يشتغل بايده، يعني الاعمال اليدوية مش اقل اهمية من محامي ولا مهندس ولا دكتور. والكلام ده حتى بينعكس في الدول الراقية، يعني هتلاقي الود ووركر هناك يعني مش بيتبصلوا بصة دونية، يعني المنتورز بتوعي في موضوع الود ووركينج ده يعني ناس واخدين وضعهم بره، يعني واحد زي سام مالوف ده كان صديق شخصي لبعض رؤساء امريكا، وماركس باجنولو، ديفيد ماركس، الناس دول اللي انا اتعلمت منهم الود ووركينج يعني عن طريق الانترنت. ف
فمسألة الشكل الاجتماعي دي أنا شايف مفيش فيها مشكلة إلا اللي عاوز يبص عليها وشايف إن فيها مشكلة. ايوه يعني الاولاد في المدرسه لما يسالوهم بابا بيشتغل ايه يا حبيبي، لما يقول له بابا مدير الدعم الفني في شركه نور، غير لما يقول له بابا نجار فاتح ورشه نجار. يعني أنا شايف إن مفيهاش مشكلة بالنسبة لي، أنا لن يضير الأطفال في شيء، يعني إن هم يبقوا عارفين باباهم بيشتغل إيه، ويكفي إن باباهم بيحب الشغل اللي هو بيعمله. تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك.